كان ناخد معانا ايضا على التليفون دكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينه زويل. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم. اهلا يوسف بيه، ازاي الصحه يا دكتور؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. دكتور محمود، يمكن مدينه زويل دي كانت من ضمن الحاجات اللي هي بيحلم بيها كل المصريين. بالنسبه لي انا كنت بشوف مدينه زويل وهي بتتحقق على ارض الواقع انه في يوم من الايام هيبقى في عندنا كالتك المصريه، مش كده ولا ايه؟ بالطبع ده كان حلم الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه، والحمد لله المدينة دلوقتي مر حوالي 10 سنوات على إنشاء المدينة، إنشأت 2012، وبعد والجامعة في القلب من المدينة 2013، والحمد لله دلوقتي بعد 9 سنوات المدينة بدأت تتبوأ مكانها. على سبيل المثال بالنسبة للجامعة، حصلنا بالعام الماضي في تقييم تايمز للمؤسسات التعليم العالي على المركز الأول مصريا والعاشر عربيا بين الجامعات، وده في خلال 8 سنوات فقط من عمر الجامعة، يعتبر إنجاز كبير جدا، ولله الحمد بفضل الزملاء العاملين في الجامعة كلهم من أعضاء التدريس ومن عاملين ومن باحثين. المنظومة بالكامل الحمد لله أتت ثمارها، ويوم وراء الآخر بنحقق إنجازات كبيرة كان يحلم بها الدكتور أحمد زويل رحمة الله. ما الذي تحتاجه جامعة زويل أو المدينة بشكل عام حتى تصبح واحدة من هقول مثلا تصنيف أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، سواء إذا كان في تصنيف تايمز أو في تصنيف كيو أس إلى آخره؟ طبعا الوصول للتصنيف دوما بيتطلب اولا مع العمر ان يتم انجازات واجتذاب عدد كبير من الطلاب في تخصصات مختلفه، والحمد لله احنا المدينه بتستكمل منشاتها بفضل الله ودعم الدوله المصريه برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي احنا ان شاء الله على وشك استلام كافه المنشات بالكامل من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. بيتم استكمال الرساله مع مرور الوقت واستكمال المنشات والوصول بعدد الطلاب للعدد الامثل المخطط ليه للمدينه. في نفس الوقت الحفاظ على الجوده، سواء جوده العمليه التعليميه او جوده الخدمه المقدمه داخل المدينه بالكامل، باعتبارها هي رقم واحد بالنسبة لنا. ده في الآخر خالص إن شاء الله يوصلنا للوصول لهذا الهدف إن شاء الله. يعني أنا أشوف ساعات كتير يا دكتور محمود أنه العديد من الأسر، لو صح تعبير يعني في تصنيف طبقي، أنه أسر الطبقة المتوسطة العليا بتقعد طول حياتها تحوش علشان تبعت الولاد يتعلموا في جامعات في أوروبا أو جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعتقد دكتور محمود أنه في قريب قد نشهده في حياتنا أن احنا نشوف ولادنا بيتعلموا هنا، وكمان يجي لنا على رأي الجامعات بتاعت الأجنبية يفتخروا بعدد الانترناشنال ستودنتس أو الطلبة القادمين من أعالي البحار أو الدوليين؟ هنقدر نجتذب كمان طلاب من بره يجوا يتعلموا عندنا في مدينة وجامعة زويل، سواء إذا كان في المركز البحثي أو في مراكزها البحثية أو داخل المدينة داخل الجامعة؟ طبعا سؤال حضرتك ده سؤال مهم جدا، اللي بيبين مدى التنافسية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا على سبيل المثال داخل مدينة زويل والمؤسسات العالمية. الخبر الجميل اللي بنحب نقوله مع حضرتك دلوقتي ان احنا الحمد لله اجتزنا متطلبات الاعتماد الدولي من اكبر هيئه في الولايات المتحده الامريكيه. حلو. لاعتماد برامج الهندسه والعلوم بحيث يكون الخريج بتاعنا مطابق المعايير بتاعته بالكامل لمعايير التخرج في ارقى واكبر الجامعات في الولايات المتحده الامريكيه. وفي اللحظه دي ان شاء الله احنا تقريبا بنهايه هذا الشهر على اقصى تقدير هيكون حصلنا رسميا على هذا الاعتماد. هيكون الخريج بتاعنا اي ولي امر كان بيبعت ابنه يتعلم بره او يرغب في تعليمه بره، تعليمه في مدينه زويل بيحصل على نفس الشهاده بنفس الصلاحيات بنفس المعايير المطرب بيها من اكبر الهيئات على مستوى العالم ان شاء الله.
بإذن الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور محمود، تمنياتي فعلا من قلبي بجد بمنتهى العمق للجامعة وللمدينة بشكل عام إنها حقيقي تبقى المنافس الشرس لحاجة زي كالتك وحاجة زي MIT وحاجة زي المعهد السويسري الفيدرالي، ويمكن دول أهم ثلاثة موجودين، وممكن نحط جنبهم اسمها إيه؟ باري بوليتكنيك كمان، يعني ده باعتبار ان انا يعني عندي ربع كده ثقافة فرانكوفونية. اشكرك جدا دكتور محمود.